أجهزة بي سي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق مجموعة جديدة من أجهزتها تحت مسمى كوبايلوت بلس بي سي. هي تعتبر أسرع وأذكى بي سي ويندوز تم صنعها برقاقة قادرة على إجراء تريليون عملية في الثانية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع التطبيقات والبرامج عليها، لأن فيها معالج اسمه NPU وهو مخصص لإجراء العمليات اللي يحتاجها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يقلل من الجهد المبذول على المعالج الرئيسي في البي سي. في السابق إذا البي سي راح يقوم بعمليات ذكاء اصطناعي راح يحتاج إلى استخدام برامج خارجية من الإنترنت، وهي تكون باشتراك تدفعه، ولكن الآن صار كل عمليات الخوارزميات تتم من الجهاز نفسه، وهذا راح يلغي أي حدود موجودة في إجراء العمليات في المعالج، وطبعا يرفع الأمان ويقلل من صرف المال عليه. من أهم الخصائص الجديدة اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي خاصية Recall Instantly. فكرته أنك تقدر تسترجع خطواتك في استخدام البي سي مثل الذاكرة التصويرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه تفيد كثير لو حبيت أنك تبحث عن ملف معين في جهازك وتسرع عملية البحث، أو مثلا موقع زرته ولقيت منتج فيه لكنك نسيت وين مكانه، وبيساعدك كثير في الخاصية هذه. وأيضا عن طريق خاصية AI Powered Image Creation تقدر تطلب من برنامج الرسم أنه يرسم لك رسمة فقط من شرحك لها، وعن طريق الذكاء الاصطناعي راح يرسم لك الرسمة، وطبعا هذا كله راح يتم من داخل الجهاز من غير الحاجة لأي مساعدات خارجية ولا أدوات في الإنترنت. وأيضا عن طريق خاصية Restyle Image تقدر أنك تعيد رسم صورة عندك بأي أسلوب تحبه، مثل فانتسي أو رسم الزيتي أو حتى أسلوب الأنمي. وأيضا عن طريق الذكاء الاصطناعي راح يترجم لك أي لغة بشكل فوري وانت مثلا في وسط اجتماع مع أجانب، أو حتى تعليق المباريات ويترجم لك إياها، أو أي محتوى مرئي عندك يكون في لغة أجنبية راح يترجمها لك بشكل فوري. وأيضا راح يكون في برامج كثيرة مستقبلا تدعم معالج الـ NPU مثل برامج أدوبي الفوتوشوب واللايت روم وغيرها، وأيضا تطبيق دافنشي ريزولف ستوديو وتطبيق الكاب كات كلها بيكون فيها دعم للذكاء الاصطناعي باستخدام معالج الـ NPU، وراح يسرع العمليات في إنتاج المحتوى فيهم وأيضا يرفع من وتيرة الإبداع. ومع خاصية Liquid Text تقدر تكتب ملاحظاتك على أي ملف نصوص بكل سهولة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتقدر أيضا تطلب من البي سي إنه يسوي لك أي شيء تحتاجه عن طريق كتابة الطلب في تطبيق الكوبايلوت، مثل إنك تطلب منه يحلل معلومات في ملف معين أو إنه يلخص لك رواية كاملة. وأجهزة الكوبايلوت بلس بي سي راح يتم إصدارها من كبار الشركات مثل أسوس، لينوفو، وسامسونج وغيرهم الكثير.